ليتس جو. او ماي جاد شباب شنو هذا؟ واو يا ساتر يا عيال يا عيال يا عيال، هذا مسالم تصدقون؟ والله اي مسالم. اوكي ما يموت. لا السلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب، عشان ما قطعنا اليوم الحلقه الاولى من سلسله المودات. طبعا يا شباب الحلوين، ان شاء الله هاي الحلقه الاولى من سلسله المودات، راح تشوفون شباب بعدين وش راح نسوي بالضبط. فشباب قبل ما نقطع الحدث يعطينا حلقه على سبسكرايب على نص المقطع، عدد كبير من اللايكات. اوكي فشباب لا طول عليكم المقدمه ويلا نبدي بالمقطع او نبدي بالشغل مالتنا. اوكي طبعا شباب سلسله المودات عباره عن مدري شباب بيض وزي كذا، المهم راح تشوفونها مع بعض الحين. اوكي المهم عندنا صندوق هنا به تشستات وجولدنات ابلايات وهذول. اوكي خلينا ناخذنا الدروع. اوكي اول شيء الجولدن ابل، هذول بويجنات صراحه ما بعرف هذول البويجنات ايش دي يسوون الصراحه، راح نستكشفهم بعدين مع بعض. فيب اوكي عندنا باختصار يا شباب 20 وحش او 20 موب او 20 مونستر. المهم راح نبدي نشوف اول وحش. اوكي عندنا هذا اسمه إلدر سبايدر جارديان. اوكي وهذا سيف مالته دراجون كيلر. شوفوا يا شباب اوه ماي جاد، شوفوا الدامج مالته 1600 دامج. هذا شباب راح احتفظ به للنهايه. اوكي خلينا نحط هذا الجولدن ابل. عندنا سويتش بو او سويتش وراكت ارو. اوكي طبعا شباب عندي هذول الكوماند بلوكات حتى نروح شو اسمها شباب ونرسبن الوحوش هنا حتى ذيك المنطقه ما تخرب. اوكي هسه يا شباب نبدي باول وحش. وان خلينا ناكل لنا جولدن ابل شباب، نستعد للوحش. اوكي يلا 1 2 3. اوه شباب اسف اسف اسف، ديفيكولتي نحطها ايزي حتى يقدرون يترسبنون. لا ضاع واحد شاي شباب. اوكي معلش معلش يلا 1 2 3 ليتس جو. او ماي جاد. اوكي صوت 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 اول مور صوت 5. اوكي هذا شكله مسالم شباب. هي 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 يا عيال وات اغراضي شباب. لا شباب والله على بالي هذا مسالم هذا الوحش، فطلع شباب شفتون ايش سوالي؟ قتلني يعني منها من يموت هو اعتقد يقتل العدو. والله هذا الوحش الصراحه قوي، بس شباب ما لحقت اني شباب يعني اسوي عليه البو، فخلنا نسويه على هذا. هي شنو هذا؟ اوكي اسلاين والله ما ادري شباب. اوكي اوكي الوحش اللي بعده شباب هسه خلنا نروح الوحش اللي بعده. اوكي هي 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 وري يا شباب شنو هذا؟ اوكي شباب جبت العيد انا في الكومند بلاك. المهم هذا خلينا نحطه هنا، بعدين راح نجربهم هذولا في نهايه المقطع، راح نجربهم هذولا ومن نجي. اوكي هذا الوحش الاول خلصنا منه، نجي الوحش رقم 2. عندنا ايس سورد او السيف الايس، شنو اقول لكم اياه؟ ايس يعني ثلج الثلجي. اوكي خلينا نشمر شباب هذولا. طب طبعا شباب نفسهم كلهم البوينت، بس هذول الاروز يختلفوا، هذول الاروز او الاسهم يختلفوا. عندنا الوحش الثاني اسمه ويتش سبايدر. اوكي نروح لهنا. يلا شباب مستعدين الرسبن الويتش سبايدر. اوكي ناكلنا جولدن ابل شباب، يعني والله يخوفون هذول. يلا 3 2 1 ليتس جو. اوكي هي شباب شباب وش ذي؟ موت موت. اوكي مات شباب. ابو كلب هذا، ابو كلب السيف هذا ابو كلب. لا طار دم، يعتقد لازم اجيب حليب. اوكي ما علينا بالوحش الثاني خلاص. خلينا نرجع هذول هنا. نجي للوحش رقم 3. عندنا فاير سورد او السيف اللي يحرق او النار، عرفت شلون؟ اوكي ناخذ لنا هذول السبون، نحط لنا هذول هنا ويلا ليتس جو للتجارب. اوكي ليتس جو. هذا كريبر يا عيال. هي وش صار فيني يا عيال؟ خذ لك واحدة. ها هذا السيف اللي يحرق، حلو حلو. طع شباب بالتحكم صار ابو كلب. اوكي هسه خلينا نجرب البو عليه. تعال. لا يا شباب نسيت ما اخذت الاسهم. اوكي ابقى هنا، انت ابقى هنا لا تنفجر. لا هي دود 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 يا عيال. لا اجا دود شباب، هذا من ينفجر يجيب الدود وياه. لا واخر دود ورع ورع يا ليل. اوكي مات الدود اخيرا. هسه خلينا نرجع يا عيال ونجرب الوحش اللي بعده. نسيت شباب نسيت اني اجرب عليه البول اسهم، ف
فش نسوي شباب؟ اوكي خذ لك اوكي تمام. هسه نجي لوحش رقم أربعة، هذا خلاص سويناه. رقم أربعة جيب لنا هذول، اسمه اير سورد او السورد اللي شلون اقول لكم اياه يا شباب، اير شباب الهوائي. اوكي روح لهنا، خلينا نسوي لنا تايم سيت واحد دري نهار. اوكي ليتس جو يا عيال، جيب هذا. اوكي ليتس جو، 1 2 3 همين كري ايش يريد دبل وور يا عيال. اوكي خلينا نجرب عليهم البول الحين شباب، انحشرد. اوكي هاي هذا السهم ابو كلب شكله، خلينا نجرب. طع لا لا يا عيال بكيفكم اما شباب، هي شباب هذول يختفون صدقون. تع شفتون والله فجروا ام الماب يا عيال. تع اورب شباب، هذا سيف ابو كلب شباب، سيف ابو كلب. اوكي نرجع الشيء اللي بعده رقم 5 اعتقد. اوكي رقم 5 حلو، بس خلي ارجع هذا والاسهم. اوكي رقم 5 عندنا ايرث سورد او سورد الارض، ما ادري شلون اسمه شباب. المهم السيف الارضي. اوكي عندنا تريبل اروز او 3 مع بعض يجون، يب زي ما قلت لكم 3 طلقات مع بعض. اوكي خلينا نروح لهنا نسوي اول تجربه وايتر سكيلتون شكله. اوكي هي يا عيال شنو هذا؟ همزين عندي هذا السيف يا عيال. اشرد خلينا نجرب على البو. اقعد ما يموت يا عيال، والله ما يموت هذا، شنو السالفه؟ هي شباب اوكي جيب السيف القوي. اوكي هي جولدن ابر، عمود شباب رح موت ايوه حق التيبي. اوكي هناك والله شكلي رح اموت يا شباب ايش قد. اوكي بعد 2 سكند او ثواني خلص راح السم. هسه اوكي نجرب واحد ثاني. يلا ليتس جو يا عيال، والله اخويا يا عيال شنو هذا؟ شباب هذا اقوى سيف ضربه واحده وان شوت، سيف وان شوت هذا، شوفوا دراجون كيلر هذا شباب، ضربه واحده يقدر يقضي على دراجون او التنين، عرفت شلون؟ اوكي خلينا نرجع لهنا. هي خلاص هي ورع الله هذا الورعان. اوكي رقم 5 هسه نجي رقم 6، خلينا نبدا بهذا دامست جلر، صراحه ما ادري شنو هذا بالضبط، فخلي نجيب الاسهم مالته. والله شو يسوي الاسهم مالته؟ والله ما ادري صراحه بالضبط شو يسوي. اخذت البيض. اوكي جيب البيض، نروح لمنطقه التجارب وليتس جو نجرب الواحد رقم 6. يب يلا 3 2 1 ليتس جو. قاس يا عيال وين البو يا عيال شو صاير؟ اوكي تعال يا عيال. اوكي موت شباب، شمر جولم اعتقد، والله اعتقد شمر جولم. اوكي اثبت، خذ لك واحده. شفتوا الجولم يا عيال؟ والله جولم صغيروني يا عيال جولدن ابل. اوكي والله خرب الماب. اوكي بعد واحده شباب، والله دمار شامر هذول القاستات شباب، يعني كل شخص او شنو كل شخص، كل قاست تقتله يسقط لك، مو تقتله يعني بس تضربه يسقط لك شو اسمه ايرون جولم، والله فجي. اوكي رقم 6 خلصنا من يمه، هسه نجي الرقم 6 اللي هو السيف السمكي او فيش سورد. اوكي عندنا زومبي سبايدر. اوكي ناخذ الاسهم. اوكي ليتس جو منطقه التجارب. اوكي هسه خلينا نرسبن اول واحد. اوكي او ماي جاد اجر دبل مور. اوكي تعال فيشينج سورد او السورد هذا موت شباب، والله مره ابو كلب نجرب البو، هم البو ابو كلب يا عيال. اوكي مات بالبو حلو. نجرب واحد ثاني شباب، والله والله هاي راح تروح يا عيال. اوكي بعد واحد ثاني خلينا نقتل هذا بضربه واحده جي جي. يلا اللي بعده. اوكي وحش رقم 8، عندنا سبون سلايم جولم. هي مو وقتك يا ورع شباب، والله شكله ابو كلب هذا ضعيف مره، السيف هذا ما ضعيف بس خلينا نجرب على الوحوش. لهم هنا اوكي ناخذ الاوروز نحط الاورز هنا، نروح نجرب في منطقه التجارب. ليتس جو. او ماي جاد شباب شنو هذا؟ واو يا ساتر يا عيال هذا مسالم تصدقون بالله؟ اي مسالم. اوكي ما يموت، لا جولدن ابل. اوكي همزين جولدن ابل شباب، شفتون وين طيرني هذا بضربه واحده اقدر اقتله الحين، بس خلينا نجرب عليه البو. اوكي يا عيال هذا البو شفتون ايش يسوي من تقتله؟ يطلع قلب حب حلو. اوكي بالله نضرب هذا شباب، مو نضرب مو تضرب ورع
ها ما يضرب هذا. لا طيرني يا عيال. جولدن ابل جولدن ابل. الله يا الله ما اموت. اوكي هم زين ما مت. خليك ثلاث شباب. طا باي باي. اما اجا اطفالها يا عيال. اوكي موت موت بعد اطفاله. لا ورع اجا جولم عادي يا عيال. تعال ورع موت موت. اوكي موت. ايش قد حصلنا من ايرن؟ 4 حبات ايرن. حبات ايرن و 6 حبات ايرن باختصار و 6 سلايمبات. شباب اللي يسال شنو هاي تسوي صراحه ما بعرف، بس اعتقد اني احط بها اروز. خلاص هي تبي وات شباب. ها 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 يلا شلون تشتغل هاي؟ والله ما ادري شباب. يلا الوحش اللي بعده نجي سكويد جاست. سكويد جاست شباب هذا شكله ما يبشر بخير الاسم مالته. اوكي ناخذ الاسم وكل شيء نروح منطقه التجارب نجرب سكويد جاست. اوكي هي اكره اكره جاست. لا الدنيا صارت ظلام يا عيال. او ماي جاد اجتني دوخه اجتني دوخه بالمور اشرد يا عيال. شلون راح اقتل هذا؟ اجتني اما لا 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 يا عيال. لا 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 تعال موت يا عيال. كل شيء ما اشوف شباب. لا والله كل شيء ما اشوف. تعال 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 وين الورع؟ تعال موت لك موت لك يا عيال. خلاص مات شباب. الصراحة حولت جيم مود شباب ما قدرت يا اخي. ابي اجيب شو اسمه حليب بس ما لقيت حليب. والله ما ادري شباب ماكو حليب. المهم اهم زين قتلناه الاخير. اوكي هسه خلينا نرجع نشوف شباب. هذا الصراحة ما عرفته ايش يسوي الصراحة. ما ابي ارسبن واحد ثاني. خلينا نجرب عليه هذا. اوكي كلش حلو هذا البواني. اقول شلون دايجون هذول الرعد وما ادري شنو. والله بجي ستوري يا عيال. شوفوا يعني برق برق برق. ليتس جو. اوه ماي جاد والله واحد علي. ليتس جو. يلا اشرد ابو المور اشرد. اوكي نروح الوحش اللي بعده. الصراحه هذا كلش حلو شباب. الصراحه ابي اجرب هذا السيف اسمه شوجر كان. شوجر كان الصراحه ما بعرف اين حرقنا يا عيال. اين حرقنا شباب؟ كل شيء ما يسوي هذا السيف مو حلو. بس شكل شباب شكله حلو بس ما له فايده. هذا هو. اوكي هسه نجي الوحش اللي بعده رقم 10 اللي هو شباب دقيقه ميلون سور. شنو شباب؟ كريبر بيك. اوكي هذا هو الوحش. والسيف ميلون سورد او السيف البطيخ شباب. شفتون سيف بطيخ في حياتكم؟ اوكي ناخذ الاسهم. يلا ليتس جو منطقه التجارب نجرب. اوكي يلا 3 2 1 ليتس جو. اوكي هي شباب شنو هذا يا عيال؟ يا عيال بق على شكل كريبر ما ادري شنو. اوكي طق لك هاي موت 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 اشري دبل مور. اكل جولدن ابل. اوكي مات حلو حلو حلو. بس وش انطانا يا عيال؟ هاي شلون اخذ هاي يا عيال؟ والله ما ادري شباب. اوكي نجرب لنا واحد ثاني نجرب عليه هاي شباب. وهذا لا مات. اوكي المهم شباب سيف البطيخ ابو كلب. شباب سيف البطيخ ابو كلب. اوكي يلا هسه خل نروح الوحش اللي بعده شباب. هسه نجي رقم 11 السيف اسمه بورك شوب. بورك شوب سيف اسمه بورك شوب. نحط الاسهم هنا نجيب الاسهم. والوحش اسمه كريبر ايفوكر. صراحه ما ادري شباب شو معنى هاي. خلينا نجربها مع بعض. يلا 3 2 1 ليتس جو. او ماي جاد يا عيال. لا اشرد اشرد يا عيال. اوكي جيب البو هذا لازم يموت يا عيال. شلون راح يموت؟ موت موت ورع. اوكي خلينا نقتله بالسيف الاسطوري. او ماي جاد شوف شنطاني يا عيال. دس 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 دس. والله ما ادري. هاي تعال 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 وش ذا يا عيال؟ وش ذا؟ اوكي اوكي اثبت اثبت اثبت. اوكي اقعد بعد وحده. اوكي مات هذا اللي بعده. هاي ورع ورع شباب شلون اقتله هذا؟ موت موت تعال تعال شباب دخل جوا القاع. اوكي تعال 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 تعال. اوكي باي باي. اوكي هسه نروح الوحش اللي بعده. تعال زومبي خليني اجرب عليك هاي. طا طا شباب حلو هذا شباب. كل شخص كل شنو كل شخص وش سالفه يعني كل شخص؟ اي اي زومبي ورع. اما او ماي جاد شباب شنو هذا؟ اول مره شاف بحياتي. اوكي اقعد. اوكي تعال خلي يجلدكم. ورع ورع موت شباب. والله هذا سيف ابو كلب. اوكي ليش كل السيوف كلهم زي كذا؟ والله شنو هذا؟ سكيلتون. هاي سكيلتون. اوكي خل حوله جو نهار شباب. جو نهار نحوله. اوكي حلو. وش ذا الكريبر شباب؟ والله وحوش اول مره شايفهم بحياتي صدق. اوكي نروح الوحش اللي بعده. اوكي شباب الوحش اللي بعده رقم 12 تشيكن سورد او سورد اللي بالتشيكن ورع. اوكي والله شباب شكله قوي شوي ما ادري. اوكي عندنا اير اروز. اوكي نحط الاروز القديمات هنا. سبون هاك سبايدر. ما ادري شباب الصراحه شو معنى هاك سبايدر.
دقيقة اوكي ليتس جو. هوك سبايدر شباب اعتقد سبايدر شباب سبايدر شباب عنكبوت. اوكي دقيقة ابي افهم شنو هذا، والله ما ادري يا شباب الصراحة ما بعرف شنو هذا بالضبط. اوكي هسه خلينا نجرب الهوك سبايدر. ماي جاد شباب شنو هذا؟ شنو هذا شباب؟ موت موت ورع 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 موت شباب. والله شباب السيف مرة ضعيف، السيف مرة ضعيف الصراحة ما اقدر. موت يا ورع موت موت شباب ما يموت هذا. اوكي خذ لك واحدة بهذا السيف. اوكي هسه خلينا نجرب البو، ابتعد شوي طع نفس اللي قبله شباب. والله شكلي جبت العيد وما غيرت السيف. اوكي شنطاني كل شيء ما انطاني، جعت يا شباب. هسه اجى الوقت واللي راح اجرب فيه هذا الشيء. خلنا نبتعد شوي طبعا شباب، هذا مره شيء حلو. يلا ثلاثة اثنان واحد ليتس جو. طا شباب الموب راح فيها. هاي شفتونا يا شباب؟ والله فد شيء اسطوري. اوكي شباب اوكي وي خلاص هسه نجرب بعدين شباب نجرب بلايزن بروكوب ما ادري شو اسمه. المهم هسه نروح الوحش اللي بعده اللي هو رقم 13 اعتقد. يلا ليتس جو. الوحش اللي بعده اسمه زومبي فيت كريبر الصراحه ما ادري شنو، وهو والسيف كوكيز. كوكيز شباب منو ما بيعرف الكوكيز؟ كوكيز تيليبورت اروز حلو. او ماي جاد شباب تيليبورت اروز. اوكي نسوينا زي كذا، هاي انقلني يا ورع. اوكي هسه خلينا نجرب السباون زومبي فيد كريبر. يلا 3 2 1 ليتس جو. اوكي هذا قبل شويه، خلينا نجرب على السيف. ورع 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 شباب، هاي انكسر السيف عيال. اوكي اوكي هاي راح ينفجر. او ماي جاد اوكي تعال تعال تعال. اوكي شباب هذا ينقلنا صدق. اوكي حلو حتى نتنقل به. وي وي اوكي الوحش اللي بعده ليتس جو. والله دمجت. شباب ما بدي اهلث حتى اوكي بعدين اشوفكم البليز هذا ما ادري شو اسمه. المهم هاي 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 ورع 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 مو وقتك يا ورع. اوكي نجي الرقم 14 كارت سورد شباب. او شفتون في حياتكم كارت سورد او الجزر؟ والله ما ادري. اوكي سباون كريبر جولم. او ماي جاد هاي هاي وخروا عيال. اوكي سباون شو اسمه كريبر جولم. اوكي او الكريبر اللي على جولم تورش اروز. والله شو معنى تورش اروز؟ اوكي شباب هذا من اشمر اروز بتطلع تورشايه. والله فات يا اسطوري يا شباب، شفتون هيك ماينكرافت العاديه؟ ماكو هيك ماينكرافت العاديه. اوكي خلينا نجرب سباونر كريبر جولم ليتس جو. او ماي جاد هذا شكله شباب. اوكي خلينا نجرب عليه السيف. اي ورع وش ذا يا عيال؟ والله السيف كل شيء ما يدمج شباب، ما يدمج ابد 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 يا عيال. اوكي تعال تعال الزم هاي الزم هاي، شفتون شباب هاي يحترق يا اخي. موت موت ولا ولك موت. اوكي تعال شباب بس ضربه بهاي خلاص راح. ماي جاد او ماي جاد شباب هذا من يموت التي ان تي يسوي زي كذا. او ماي جاد شباب او ماي جاد انها المودات يا عيال انها المودات. اوكي خلينا نروح الاحكي اللي بعده شباب. الرسبن هنا واحد ثاني هنا، والله شكله مسالم هذا. رسبن واحد ثاني هنا ابلع مات خلاص. يلا باي باي وداعا استاذ جولم كريبر. جولم على شكل كريبر هسه راح ينفجر. شباب انطانا ايرن وش اسمه. هي اوكي اوكي شكرا لك. هسه نجي الواحد شي رقم 15 اعتقد. 13 تمام 14 تمام 15 بوتيتو سورد شباب. شفتوا بوتيتو سورد؟ يعني سيف من بطاطس شباب. شفتوني هيك ماينكرافت العادي؟ ماكو هيك ماينكرافت العادي. اوكي وايتر اروز صراحه ما بعرف شنو هذا وايتر اروز وش دا يسوي شباب. بالله خلي اجرب واحده علي. كل شيء ما تسوي بعد واحده بليز. كل شيء ما تسوي. اوكي هسه خلينا نجرب هذا بليزنج جولم حلو. يلا 3 2 1 ليتس جو. اوكي هذا بليز على شكل جولم. هاي عيال انحرقت موت. يلا سيف البطاطس، سيف مال البطاطس. يلا اوكي خلي ياكل جولدن ابل شباب. شباب طبعا شباب التطويرات حق الدروع فيهم فاير بروتكشن او بروتكشن الصراحه ما ادري. المهم خلاص مات. اوكي شباب الصراحه والله كله ما بكل. والله شباب اقوى شيء هذا السيف الصراحه. هذا السيف اسطوري، ضربه واحده اقتل اقتل الوحش. نجي الوحش رقم 16 او الشيء رقم 16 اسمه الوحش اسمه جارديان جولم. وش سالفه كلهم ويا الجولم؟ اوكي وعندنا بو فامبيرز اورو فامبير. والله ما ادري شباب الصراحه شو معنى فامبير. خلينا نجرب هنا كل شيء ما صار. اوكي خلينا نجرب على الوحش. يلا هنا حلو هذا شو اسمه قلنا شباب. اوكي بعد واحده جارديان. جارديان هذا حلو. هذا شباب اعتقد ما لازم يلمسني حتى مو اصير. اوكي كل شيء ما سوى فيني. موت موت ورع موت موت ولك موت.
موت يلا يا اخي ما يموت هذا شنو هذا اوكي واخيرا مات اوكي اوكي نجرب عليه البو الحين طع 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 شباب هذا البو اوكي هيد شوت هيد شوت هيد شوت يا اخي البو هذا ابو كلب البو ابو كلبي ابو كلبي اوكي شباب هذا لازم اضربه طا باي باي يلا الوحش اللي بعده يا شباب اسمه سكويد كريبر اوكي والسيف اسمه ميت ماتيور سورد صراحه ما بعرف شو معنى ماتيور سورد والاورو سيلفر اوروز او شو اسمه شباب الاسهم السلفريه او الايرونيه الزبده شباب الفضيه اوكي باختصار اوكي ليتس جو اوكي خرس بين الوحج اوكي تمام هذا يلا 3 2 1 ليتس جو اوكي شباب اجري دبل مو هاي 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 موكتك انت اوكي ابلع 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 اوكي راح يموت ما بقى له شيء ما بقى له شيء موت اه افتهمت شوفوا شباب هذا يضرب على الكل افتهمت مثلا شفتون هذول الثلاثه يموتون بهذا البول البول كلش حلو هذا شفتون هذول كل مجموعه يموتون كلهم مع بعض اوكي يلا مع السلامه هسه خلينا نجرب السيف اللي اسمه ماتيور صراحه تعال ورع ورع والله قوي قوي السيف والله خلينا نجرب هذا تعال ورع 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 تعال 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 لا تشرد لا تشرد هي ايش يسوي هذا اه هذا مال قبل شويه عيال موت 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 خلاص مات اخير تعال 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 اوكي تعال يا ورع تعال يا ورع تعال يا ورع تعال انت هنا شباب شباب ها 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 تعال اوكي بعد واحدة خلي اجيبه بالبو اجيبه بالبو الحين وقعد هاي يلا الوحش اللي بعده يا شباب ها قبل ما نروح للوحش اللي بعده خلينا نجرب هاي بلايزنج كوب ما ادري شو اسمه شو صار شو صار والله ما ادري شو ما صار اشي اوكي يلا نروح للوحش اللي بعده خلينا نشمره وي اوكي باي باي نروح الوحش اللي بعده اللي شو اسمه خلينا نشوف شو اسمه يا شباب الوحش اللي بعده اسمه اندرمان كريبر او الكريبر الاندرماني والسيف عندنا بون سيف او الشباب حق العظم وما ادري شنو حق البون مين وزي كذا خلينا نجرب الاندرمان الكريبري اوكي اندرمان كريبر اجري دبل مون اوكي والله شباب نجرب قوته اندر اوكي خلينا نجرب قوته ما يدمج هواي هسه خلينا نجرب عليه سيف تعال لا سيف ابو كلب هي هي هي, هي. اوكي خذ لك واحده خذ لك واحده تعال ورع او ماي جاد اوكي حلو هي هي وش انطاني هاي انطاني ريزيستن الله كفو ريزيستن لا لا مو ريزيستن هاي ويكنس والله اني سبك يا عيال اوكي يلا شباب نروح الوحش اللي بعده الوحش اللي بعده رقم 19 وقبل الاخير اعتقد لا لا شباب بعد اكو ثلاث وحوش عندنا دبل بليدد سورد او شباب ما ادري الصراحه شنو هذا سباون تشلكر وايدر تشلكر وايدر شباب صراحه ما ادري شنو اوكي اوكي يلا ليتس جو شباب نروح الريسبن ال تشلكر وايدر يلا 3 2 1 ليتس جو او ماي جاد شباب او ماي جاد او ماي جاد خليني اجرب عليه لا ما اشتي ما جبت وياي اسهم يا عيال والله اني سبك ورع شباب هذا ما يموت هي انزل لي والله بس انزل لي بس انزل لي ضربه واحده بهذا السيف اقضي عليك بس انزل لي يا ورع انزل لي يا ورع يا ليل حتى بلوكات ما معي شلون راح اصادله يا عيال هذا يا عيال تعال تعال حتى اسمه جايب وياي او ماي جاد شباب ما في ولا خيار ما جبت وياي بو خلي يقتله بالسيف الاسطوري تعال تعال وين شارد وين شارد وين لوين 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 موت يلا باي باي اوكي مع السلامه هاي بعد لا تجي اوكي شباب هذا لازم نقتله بلا جيم بو شباب الصراحه ما قدرت يا اخي طار علي وني ما جايب وياي اسهم فاش نسوي اوكي خرس بن الثاني اوكي لا تطير يا ورع انت همان يا ليل يا ليل يا عيال طار طار تعال تعال بس تطير بس تطير بشرفك يا ليل والله طار اوكي حاولنا كرياتيف تعال 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 طا باي باي يلا مع السلامه اوكي سلايم سورد او شباب خلي اجرب سلايم سورد او السيف السلايمي على وحش من سلايم كل شيء ما يصير يا عيال كل شيء ما يصير نفس الاشي ما يصير اي شيء اوكي هسه خلينا نروح وناخذ شاكو ماكو اوكي عندنا سبون سانتا سبايدر ها ها ورع يلا باي باي اوكي خلي اكل جولدن ابل اوكي حلو او ماي جاد اوكي هاي 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 ورع وخر 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 اوكي عندنا ترانسفورمرز روف اروز صراحه ما ادري شنو هذول بالضبط ليتس جو قاعده التجارب ما ادري شو اسمها شباب جبت وياي حليب حتى شباب يروح مفعول السم وكل شيء خلينا نجرب السيف شو اسمه قلنا هاي شباب والله نسيت وين السيف والله اني سبك يا عيال اوكي ما عليكم شباب نجرب هذا الوحش اسمه سانتا سبايدر كالوس اوكي او ماي جاد هاي يا عيال يا عيال موت شفتون شو سوى فيني هذا لازم اكله جولدن ابل رسم واحد ثاني نجرب عليه البو اوكي اقعد ها شوفوا شلون صارت الدنيا يا عيال او ماي جاد اوكي بعد باي باي يلا باي باي
هاي اوكي باي باي مع السلامه. ليتس جو الوحش اللي بعده يا عيال. اوكي الوحش اللي بعده المقطعنا اليوم اسمه بولار وولف. صراحه ما ادري شو معنى بولار وولف بس خلينا نجربه مع بعض. اوكي هذا مكرر همين نروح لمنطقه التجارب ونسوي ونرسبن البولار وولف. يلا 3 2 1 اعتقد وولف يعني كلوب عرفت شلون. اوكي ليتس جو. اوكي هذا مو سالم شكله. الو اي 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 عيال عيال. اوكي خلينا نجرب عليه السيف. هذا شو اسمه السيف؟ اندر سورد اندر سورد اندر سورد. عاد ورع ورع يلا موت. اه والله يعني ما يموت. اوكي يلا باي باي يلا مع السلامه باي باي لا تجي. اوكي انت همين يلا باي باي يلا بعد لا تجي. اوكي يلا شباب الوحش الاخير المقطعنا اليوم الوحش الاخير اسمه زومبي سبايدر بيجمان. زومبي سبايدر بيجمان وعندنا فاير وورك سورد او شباب السيف فاير وورك. شباب شفتوني سيف حياتكم شباب والله ما في. اوكي هسه خلينا نجربه مع بعض. ليتس جو. اوكي شنو هذا؟ هلا والسلام عليكم. والله شكله مو سالم هذا يا عيال. هلا وي والله حلو هذا السيف يا عيال حلو مره. وي يلا بعد واحده. هاي ور ور وي وي يلا بعد واحده. شباب اليوم لا اطير هذا. خرس بن صديقه خرس بن خوي. تعال ور باي باي يلا شباب اكتلم اكتلم يلا باي باي. تعال تعال انت بس بعدك واحده. موت ور ما يموت يا اخي. موت موت. واخيرا ماد يا شباب وخلصنا مقطعنا اليوم. فيا شباب اتمنى عجبكم هذا المقطع. اذا عجبكم المقطع صدمة انا بلايك اشترك بالقناة اذا مو مشتركين. مهم شيء اشوف على جرس الاشعارات على مود تنزل المقطع شي بيقول لكم ابي ليرة انزل مقطع راح تشيك عليه. وبس والله شباب الصراحة كان ماب صراحة تونست به هذا الماب. شفنا انواع واشكال من الوحوش صراحة كلهم حلوات. فلايك لايك اشترك بالقناة اذا مو مشتركين. وبس مع السلامة باي باي.